حابب معايا الاستاذ طارق هاشم عضو مجلس اداره نادي المصري. اقول له مبروك على الاداء وهارد لك طبعا يمكن على النتيجه، لان النهارده النادي المصري كان يعني فعلا من بقالنا فتره ما شفناش النادي المصري بالشكل ده امام الفرق الكبيره سواء الاهلي او زمان. استاذ طارق مساء الخير على حضرتك. استاذ طارق الو استاذ طارق ايوه مساء الخير على حضرتك استاذ طارق او صباح الخير بقى كابتن محمد. ده حضرتك اهلا بيك. انا كابتن ابراهيم سعيد وكابتن محمود ابو الذهب. اهلا بيك اهلا بيك. يعني بقول لك انا يعني فكره المباركه على الاداء وهارد لك للنتيجه. النادي المصري يمكن مع كابتن علي ماهر الوضع بالنسبه له مختلف. انا عاجبني النهارده ان مفيش تخوف من النادي الاهلي، اللعب كان مفتوح من النادي المصري وضاغط بشكل كبير على النادي الاهلي واكتسب احترام كل من شاهد هذا اللقاء يا استاذ طارق. لا انا عايز بس يا كابتن بعد اذنك اتفضل الساده النجوم الكبيره اللي موجوده معاك يحللوا الجون الثاني بتاع النادي الاهلي. الجون بتاع محمد شريف في الجون الثاني الجون الثاني بعد اذنك كده جيبوه يحللوه واحده واحده وشغل. للاسف احنا ما عندناش الرايتس، احنا صور بس احنا يعني شاهدنا الجون. طب يشوفوا كابتن الجون ده اوفسايد ولا اوفسايد؟ انت ايه وجهه نظرك ان هو اوفسايد؟ يعني الجون اوفسايد يا كابتن، الجون اوفسايد. احنا قاعدين في الملعب وشايفينه كابتن. اوفسايد. بس الملعب ما احنا عندنا فار برضه يا استاذ طارق، والفار ما لا ما اخبرش كابتن صباح. لا الحكم ما بيروحش حتى للفار، يعني بيصنع في الاربس وخلاص على كده. طب روح شوفه بعينك، روح شوف الكوره، بص عليها، اخد بال حضرتك؟ انما تتكلم وانت في نص الملعب، ايه العطرسه وايه الغرور اللي فيه ده؟ ايه الغرور اللي فيه الكابتن محمد ده الحفني ده؟ ايه الغرور ده؟ ما ينزل ويشوفها، ما يروح ويشوفها في الشاشه. ما هو بص يا استاذ، بس عشان انا ليس دفاعا عن كابتن محمد، لكن هي فكره ان لو حكم الفار شاف حاجه ممكن تتطلب ان كابتن محمد صباح يروح ويشوف الفار هيحصل كده. طب هو ما راحش ليه؟ محمد الحنفي انا اسف. الحكام كلها كابتن محمد الحنفي كلها بتروح يا كابتن. الحكام كلها بتروح تبص بعينها، ما يعتمدش على حد، ما تروح تبص. ما انت حكم ساحه ازاي؟ هو لازم هو اللي يقول له تعالى بص عليها. لا يا كابتن لا. طب كمان انتوا شايفين الكوره اوفسايد؟ حد في الاعاده اللي انا شفتها بصراحه الكوره مش اوفسايد خالص. مين اللي بيتكلم؟ كابتن ابراهيم سعيد. كابتن ابراهيم سعيد نجم كبير. اهلا بيك يا فندم. في الاعاده اللي بانت على الشاشه واحنا بنتفرج مش اوفسايد خالص. ازاي يا كابتن؟ والله انت حضرتك لو تبعتها بص عليها مش اوفسايد خالص. طب هو احنا شفناها كابتن، احنا شفناها واحنا قاعدين. انت حضرتك شفتها وانت قاعد في الاستاد برضه، يعني استاد مختلف. شفناها معانا، شفناها برضه في التليفونات. اعاده يا كابتن. شوف الكوره وشوف. كابتن طارق ازيك؟ الله يخليك يا كابتن. زيك انت اعتراضك ان الكابتن محمد الحنفي ما راحش يبص على الفار ويبص بنفسه يا كابتن؟ طبعا. انت اكيد طبعًا. اكيد اللي قاعد على الفار الكابتن محمد صباح ده من الحكام الدوليه، اكيد لو شاف حاجه هيقول. حكم دولي، حكم عالمي. بس بصرف النظر يا كابتن طارق، بصرف النظر. الحكام كلها بتروح تشوف يا كابتن. كابتن طارق كل الحكام بتروح تبص. ده عندك حق، بس خلي بالك يا كابتن طارق، يمكن النادي المصري عمل مباراه كبيره جدا بصرف النظر عن ال. عايز اقول لحضرتك احنا الحمد لله بفضل الله عملنا ماتش كبير جدا، والاهلي ما جاش. ده اللي احنا اتكلمنا فيه والله. بقول لك يعني حتى كابتن ابراهيم قال لك مبروك على الاداء. يعني الحمد لله، انما يعني احنا بنسلم كتير قوي يا كابتن محمود. انت جيت لعبت في النادي المصري ولعبت في الاهلي وشفت وعرفت ان وانت لعيب كوره في ارض الملعب شفت ظلم كتير بعينيك، انما كده عين عينك كده كل الدنيا كل يعني احنا كلمنا كل حكام العالم واحنا قاعدين في الاستاد قال لك الكوره اوف سايد كل الحكام. طب يا جماعه بس الاعداد بتاعنا بعد ما الكابتن بعد ما استاذ طارق يقفل لو عندنا نقدر نجيب يعني اي طبعا من نجوم التحكيم. طبعا عندنا حكام دوليين يقدروا طبعا يبقوا افضل مننا، يمكن احنا برضو كلاعيب الكوره بنشوف بشكل مختلف، لكن حكام يعني بناء طبعا على كلام استاذ طارق ان هو اعتراض على لعبه الهدف الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. طب انتوا هتقدموا شكوى بخصوص الماتش ده يا استاذ طارق؟ احنا عندنا اجتماع ان شاء الله باذن الله كمان ساعه وهنشوف هنعمل ايه يا كابتن. كل مجلس الاداره موجود هنا ان شاء الله في اسكندريه وهنشوف هنعمل ايه الوقت. رايك في كابتن علي ماهر النهارده؟ لا عمل ماتش كبير جدا، عمل ماتش كبير.
عمل ماتش كبير، لعيبه النادي المصري ما فيش حد فيهم اثر. انت كنت بتكلمني يعني، وانا كنت اسف كنت في تحت، مع كلنا كنا مع اللعيبه تحت، نزلنا لهم وقلنا لهم هارد لك وقلنا لهم مبروك، اديتهم مباراه هايله جدا و10 على 10، وما فيش حد اثر من اللعيبه خالص. وان شاء الله باذن الله طيب الكوره قدامنا يا كابتن. طيب يعني استرق الكوره معانا على الشاشه دلوقتي بالظبط. يعني انت قصدك لما الكوره اتلعبت لأكرم توفيق، ولا وأكرم توفيق بيلعبها لمحمد شريف؟ يا كابتن لما اتلعبت، أول ما اتلعبت يا كابتن، أول ما اتلعبت قبل ما يبقى أكرم توفيق معاك الكورة وبيلعبها بالعرض. دي للأسف احنا اللي معانا دلوقتي الكورة وأكرم توفيق بيلعبها لمحمد شريف، هي مش أوفسايد خالص. هو بيلعبها دلوقتي مش أوفسايد. هو بيلعبها، لا شوف بقى قبل ما يلعبها بالعرض يا كابتن. قبل حسين شحات هو بيلعبها قصدك لأكرم توفيق؟ قبل ما يلعبها بالعرض. لما حسين شحات لعبها، انت حضرتك يا استاذ طارق قصدك على حسين شحات عملها؟ وبتكلم على وقفه محمد شريف ولا ايه بالظبط؟ عشان بس ايوه تتكلم على وقفه محمد شريف يا كابتن طارق. الله ينور عليك يا كابتن محمود، برافو عليك. بيتكلم على وقفه محمد شريف. ما هي دي، لا هو بيتكلم من بدايه المباراه، من بدايه الكوره كان محمد شريف من بدايه اللعبه يا كابتن. ممكن يبقى افضل. طب هو ده ملوش دعوه، بس ملهاش دعوه، مش بس هو بعيد عن الكوره يا كابتن طارق. لا يا كابتن بص على اللعبه كويس يا كابتن، هات مره واثنين. احنا شايفين هي قدامنا والله يا كابتن، احنا قدامنا والله يا استاذ طارق، والله بجد هي قدامنا على فكره. وانا من قبل ما حضرتك تتكلم على فكره انا كنت قدام، يعني تابعتها كويس جدا على فكره، مش اوفسايد خالص، عشان بس حضرتك ما تتعبش نفسك، هي فعلا مش اوفسايد. من وجهه نظرك يا كابتن. طيب خلاص، احنا يعني طبعا الكباتن هنا في الاستوديو بيتكلموا بوجهه نظرهم، حضرتك بتتكلم بوجهه نظرك في الاخر. يعني اكيد القنوات واحنا يعني في تحليل، وفي نفس الوقت هنحاول طبعا نجيب يعني طبعا حكم دولي معانا يقدر يقول لنا هذه الجزئيه. طبعا عشان بس نبقى عارفين ان حكم الفار كان كابتن محمود بسيوني، ويعاونه كابتن محمود ناجي في تقنيه الفار، يعني مش كابتن محمد الحنفي، مش كابتن محمد صباح، انا اسف. فبالتالي يعني بس عشان نبقى بندي، بس ما نقولش اسامي، ندبس الناس التانية. استاذ طارق انا بشكر حضرتك، شكرا جدا.